لعب عيال نزل لكم بيعه لوكس بسعر الشعب النهارده، بدأ لنا الاطفال من 50 جنيه، الحريمي من 60 جنيه، عندنا خروج ب 165 جنيه، سوت كامل 3 قطع زي ما انتم شايفين. نزل لنا عروض جامده جدا على الشتوي الاطفال، كان اي قطعه فيها ب 165 جنيه، عندنا اي قطعه خروج حريمي يا جماعه سوت الربيع 3 قطع باشكاله وموديلاته كان ب 165 جنيه. كان النهارده عاملين لنا كاشات اللي انتم شايفينها دي اقطان صافي كان ب 60 جنيه، الماتريال عالي قوي النهارده، بيعه بجد رزق اللي يلحق منها. عندنا شحن كل المحافظات والاجازه بتبقى لحد النهارده. كمان عمل لنا اطقم الخروج الصيفي اللي تنفع معاكم العياد والخروج اللي انت شايفينها دي ب 165، سواء بقى قطعتين 3 قطع، حاجات جينز، حاجات جيب زي اللي انت شايفينها دي، شغل كتير جدا النهارده بجد، مدمر لكم الاسعار. الحقوا من الشغل الموجود ده، عندنا شغل محيرات، عندنا شغل الخروج، عندنا الهوت شورت 3 قطع، شغل كتير جدا جدا. لعب عيال زي ما قلت لكم بيبيع حاجات لوكسيات بسعر الشعبي، لان دي كلها بعاب بتجيله، فده عرض بيعمله لكل متابعين القناه. العنوان هتلاقوه في اخر الفيديو، لينك التليجرام في اول تعليق والارقام على الشاشه. بس بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نشوف جولتنا وعروضنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا مازن؟ الاخبار؟ لعب عيال يعني عروض، هنبدا بيه معانا. ده شغل لسه جاي جديد، ولو في حاجه من العروض القديمه هقول لكم عليها. ده معلش معاك اذنك يا مازن، كم مقاساته؟ من 2 لـ 5، وده اكبر مقاس فيه. ده ميلتون يا جماعه، حلو قوي قوي ده. لا تمسك انت بقى الاثنين كده، وعايز اقول لكم بس الدلع ده كم وكم. كم النهارده؟ 165. 165 جنيه، ده ميلتون ب 165، ده اكبر مقاس صح؟ اللي هو يلبس 3 سنين يا جماعه مش اكتر، تمام؟ برضو الصوره، انت لسه ما فطرتش على فكره. بصوا ده مقاساته ايه؟ فين مقاساته؟ من 2 لـ 5، حلو قوي. عامل كام برضو معانا؟ 165. الشتوي الجديد كله ب 165، ده ميلتونات على 165. تسلم ايدك، تمام. بس كده برضو معانا، تسلم ايدك. كله من 2 لكام؟ من 2 لـ 5. وفي من 6 لـ 12، ده برضو ب 100 وكام؟ 165 جنيه، تسلم ايدك. كل ده ميلتون مبطن يا جماعه، الوان متاحه، الوانه موجوده. بصوا كده، ده من 6 لـ 12، وده مقاس 8 فيه، اللي هو يلبس ايه؟ 5 سنين، 6 سنين على حسب. لا افرد لي من الكتف بعد اذنك. كام النهارده؟ 165. استنى لنا بس، الشغل من هنا مطرز زي ما انتم شايفين، وكل شغل ميلتون مبطن على 165. تسلم ايدك، تمام. بصوا اللي جاي برضه، هات لي الصوره. بصوا ده من 2 لكام ده، ولا من كام ده؟ في مقاساته؟ من 4 ل 8. عامل كام ده برضه؟ 165. 165 كله ب 165، ده من 4 ل 8. انا بقول لكم المقاسات، الشحن عندنا بالقطع عادي ولا من قد ايه؟ من 3 قطع. الشحن من 3، وده المقاسات من 2 ل 5، صح كده؟ لا افرد لي من الكتف يا مازن يبان معانا. ده متبطن من هنا كابوتيني قمر وتطريز، وده برضه من 165. 165 كله، تسلم ايدك، تمام. كل موديل بتشوفوه الوانه كلها متاحه، اشكال كتير، كل دي اشكال والوان منها موديلات. تسلم ايديك، تمام. برضو من 2 لـ 5، كل دي المرحله الصغيره يا جماعه. بصوا طبتين كابوتيني، دي نقشه ثانيه خلاف الثانيه، ده مقاس 4 برضو على 165 جنيه. تسلم ايديك، تمام. حاجه مقاس كبير بقى، مقاس اكبر. بصوا كده من كام لكام؟ 6 ل 12. من 6 ل 12، وده مقاس 10 فيها، هيبقى عامل كام معانا؟ برضو كله 165. طب والله كويس، ده مرحلة أكبر أهي يا جماعة على 165، ده مقاس 10 يجيب فعليا 9 سنين، 8 سنين على حسب. كل ده تشكيل منه ومقاسات. احنا بس عايز أقول لهم إن الشتوي تشكيل كميات، بس في منها موديلات كتير كتير جدا، مقاساتهم لحد 12، صح كده؟ تمام. هنبدأ مع بعض بقى عروض للصيفي. الصيفي بقى عايز أقول لكم إن العيد يا عالم يجي خريفي يجي شتوي صيفي، لانه هيجي في 4. ربنا يبلغكم رمضان، وكل سنه وانتم بخير وصحه وسعاده. عشان اول رجب يا جماعه، الله تحفه. لا والخامه بتاعته حلوه قوي، ده سكوبه واقطان. خلي لي التيشيرت قدام بس، البلوزه قدام الشميز ده عشان يبان. بصوا كام النهارده ده؟ 165. وحادين سعر احنا 165، ثابتين على مبدأنا كله 165. هتجيب لنا منه كذا لقطه كده نشوفها معانا. عايز اقول لكم في خروج وفي بيت، بس معظمه خروج، يعني معظمه خروج. ده النهارده مقاساته برده من 4 ل 10 يا جماعه. بصوا كده حلو قوي، التيشيرت بتاعه تحفه تحفه، والبنطلون خروج رسمي، ده طقم خروج، ده مش عامل زي الجينز بالظبط. وده النهارده برده ب 165 جنيه، الخامه رهيبه. تسلم ايدك، تمام. الموديلات حلوه قوي النهارده. واو، تعالى لي هنا بقى في الدلع البناتي ده، وقول لي في منه لحد مقاس 8. بصوا ده معاه كمان بندانه ولا معهوش؟ لا مش معايا.
ده كام النهارده برضه؟ دي جيبه هفردها لكم انا معانا. لا افرد معايا يا ماز، افرد البلوزه يا ماز. بصوا كده النهارده ده ب 165 جنيه طقم خروج قمر، مقاساته لحد 8. ها لحد 8. تسلم ايدك. كله على 165. دي جيم سود ولا ايه؟ دي مقاسات لحد 14، وده اكبر مقاس فيها يا جماعه. قطعتين، الله تحفه. والبنطلون بلسيس كوبا برضو، وكل ده معانا النهارده على 165 جنيه الخمس كوبا قمر. تسلم ايدك. تمام على 165 النهارده، موحدين صيفي وشتوي 165 جنيه. ده تايفر نصين، المقاسات 6 8 لحد 14. موجود لحد 14 منه. انت بتقول ده 8؟ ده كتير قوي، ده 14. ده اكبر مقاس، ده اكبر مقاس. متعلم عليها 14 يا جماعه. ده لحد 14 برضه 165. كل ده النهارده معانا على 165 جنيه. تسلم ايدك. تمام. احنا بنديكوا عينه بس من الشغل، وشايفه الشغل جنس بقوله لنا برضه، لان الجنس معانا برضه 165. ده كام قطعه؟ ثلاثه. تمام، ثلاث قطع. الجيبه انا همسك معاك، انا الجيبه اهي. تمام، افرد معانا. وادي الطب بتاعها، وايه بليزر. وبليزر حلو قوي قوي. دي جيبه وطب وبليزر اهم، ثلاث قطع على 165 جنيه. ثلاث قطع معانا على 165. حلو قوي. كل سكوبه، حتى الاندر شيرت اللي تحت البليزر سكوبه. التشكيل ما شاء الله عليه. وده طقم ثلاث قطع، انا واخده منه المكه السنه اللي فاتت، بس كان كبير عليها شويه. ده مقاساته حلو قوي لحد مقاس 14، يبقى بليزر بالاندر شيرت بالبنطلون كلاسيك كده، يعني البنطلون بتاع كلاسيك. وده ثلاث قطع برده النهارده على 165 جنيه. ده يبان في اللبس اوضح من كده بكتير قوي يا جماعه. شايفه وراك جينز كده، وريه لنا معلش يا مازن. ده ايوه ده كنت فاتحاه بتفرج عليه. حلو قوي ده برده، وصيفي قمر، والبلوزه بتاعته وشكلها تحفه، والبنطلون برده بتاعه حلو جدا. بصوا حلو قوي قوي لولي برده. ده شكله شيك. ده مقاس 8 لحد كام؟ ده 4 و6 بس الموجود. 4 و6 عامل كام معانا؟ 165. عايز اقول لكم مش ثمن البنطلون الجينز الواحده هتاخدوه ب 165 جنيه. تسلم ايدك. تمام، عندنا شغل شيت وخروج برده اوريه لكم لو حد عايز حاجات خروج. ده قطعتين. ده جلد، الجلد حلو قوي. هو في حاجه جوه ولا انا بتهيألي؟ صح، حاسه بحاجه تقيله جوه. ورينا الصوره معلش. هذا ده الحزام بتاعه، انا عايزه اشوف الصوره. هي صحيه مش عايزه تجيلنا النار. بص اهي من 6 ل 12 بالحزام بتاعها. ده صيفي بقى صح ولا؟ صيفي يا جماعه، ده جلد صيفي. حلو قوي. افرد لي بقى البلوزه بتاعته بالحزام. ده مقاس 6 منه، ده شكله شيك جدا. مقاساته كلها متاحه، وده موجود معانا ب 165 جنيه. حلو قوي قوي. الخامه اللي فوق برده تحفه يا جماعه. كل ده على 165 جنيه. الاسود ثابت، واللون المستردة ده اللي بيتغير صح؟ تمام، تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ بصوا احنا بنجيب لكم كده عشوائي يعني. كل ده تشكيل كبير. انا عايز اقول لكم طب عايز اوريكم بس كده، لاني في حاجات هنا. بصوا كل ده النهارده معانا على 165. حاجات زي كده برده ب 165 جنيه. بصوا ده كله اللي احنا فتحناه، وده برده مطرز 165 جنيه. بصوا ده معانا مقاساته من 2 ل 8. موجود مقاساته ولا؟ موجود مقاساته والوان. مقاساته والوان موجوده منه. حلو قوي. بصوا الجمال ده، اصغر مقاس فيه. ده ب 165. بنطلون بتاعه زي ما انتم شايفين على 165 جنيه. تسلم ايديك. تمام. بصوا التشكيل يا جماعه، كل ده النهارده معانا على 165 جنيه، سواء خروج بيتي على 165 زي ما انتم شايفين، كل ده ب 165، والشتوي اللي تحت برده كله 165 جنيه. كملوا الفيديو فضلا وليس امرا لايك للفيديو ده. معانا برده عروض هنا على الحريمي. انا عايز اقول لكم تشكيله الحريمي ما شاء الله عليها، كتير جدا زي ما انتم شايفين. تسلم ايدك. والخروج برده موجود معانا، هنديهم لمحه عن كل حاجه. تمام. دي كاشات زي كده مقاسات كبيره. دي كاشات مقاسات كبيره ب 60 جنيه. استنى لي بقى، ده كاش قمر، ده حلو قوي. ده شعيرات، بس شعيرات حلو قوي، واستك من فوق زي ما انتم شايفين. وكل ده النهارده ب 60 جنيه. الخامه بتاعته حلوه قوي على فكره. على 60. تمام، كذا شكل. ده شكل تاني برده اهو يا جماعه. بصوا كده معانا، يعني في اللي هو الاستك، في الحبال ده، ده جديد الحبال ده برده. ده اللي هو الاكس. حلو قوي. ده برده ب 60. ده معانا برده على 60 جنيه. تسلم ايدك. الخامة عجباني قوي، محملة وتقيلة وحلوة جدا. ده شكل تالت برده. ده شكل تاني. كل شكل بألوانه. مشكل كتير قوي يا جماعة، تشكيل كبير. احنا بس بنديكوا عينة من الشغل مش أكتر. بصوا اللي جاي ده، ده فتحتين برده. الخامة تحفة تحفة، لوكس يا جماعة رسمي. وده النهاردة معانا على 60 جنيه. تسلم ايدك. تمام، حلو قوي. نكمل مع بعض برضو.
كام النهارده قولي؟ 85. 85 بيجامات لوكس يا جماعه النهارده ده البدر 85 جنيه. بصوا كده معانا اللي هي الروانزه وخامه الزبده تحفه النهارده معانا على 80 جنيه. 85 جنيه عايزه انزل الخمسه. طيب 85 جنيه. بصوا كده معانا برده دي عرايس، دي زبده عرايس. بصوا الطل من تحت، انا بس عايزه اوريكم الصوت. بصوا حلو قوي قوي النهارده برده 85 جنيه. الشغل ده كله 85. تسلم ايديك. تمام خش بقى على الشورت. نخش على الشورت برده، وده برده البدر. احنا جايبين بقى حلوه من البدر. خامتها حلوه قوي يعني، انا شفت منها الكاشات تحفه حلوه جدا. بصوا الجمال ده، ده شورت برده زبده وكلها زبده. كام النهارده؟ 85. 85 برده. تمام الشكل ده برضه على 85. تمام. بصوا الجمال 85 جنيه. ركزوا معايا حلو قوي. لا والطب بتاعه طويل مش من القصير، والخامه اتقل من اللي كان ب 90 وب 85 الاول. دي خامه اتقل منها على فكره، والهوت شورت بتاعها حلو جدا حلو قوي. ودي النهارده برضه 85. كل ده 85. كله على 85 يعني، كل ده 85. جمال كاشات كل ده النهارده معانا كان ب 85. العبايات النص برده 85. كل ده 85. طب والنص دي مقاسات كبيره ولا صغيره؟ افتح لنا الاحمر منها كده اللي جنبها كمان. معلش يا مازن انا تعبك. انا يا باشا احنا سيبناك تفطر عشان تعرف تفتح. تمام. بصوا الجمال ده. دي زبده برده، دي زبده بس مقاسات عرايس اللي هي تلبس ايه 75 80 لو انش طويله. ودي بكام؟ 85. 85. تمام. بصوا اللي جاي برده، انا بديكوا فكره اللي حابب بس ايه ناخد لكم لمحه من كل حاجه. العبايات في منها الوان واشكال، الشورت في منه اشكال والوان، الكاشات نفس الكلام، بس انا بديكم عينه من الشغل الموجود. كل ده معانا النهارده على 85 تلبيس عرايس اللي هو يلبس ايه اكس لارج 2 اكس. تمام. مش مقاسات كبيره، انما الكاشات تلبس معاكم مقاسات كبيره. بصوا جبت لكم بقى اصغر متابع ليا. اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الله. تعرفني اصلا يا محمد؟ اسمي ايه؟ مكه. مكه. منورني يا محمد، اتشرفت بيك حبيبي. معانا بقى كده ترنج ده الربيع. الربيع يا جماعه، الربيع خروج. كل ده معانا شغل خروج زي ما انتم شايفين. هناخده بكام النهارده؟ في الاخر. لا ده احنا في الاول عشان ياخدوا سكرينات ما تحيرهمش. بصوا بقى معانا دي ترنجات الربيع يا جماعه، الربيع خروج ثلاث قطع. جيب لي بس الاندر شيرت معايا انا كده. بصوا الجمال، اندر شيرت حاجه محترمه طويله، شكله شيك جدا. تسلم ايدك. والبنطلون ومعاه الجاردن بتاعه، وده بيبقى مقاس واحد بس بالوان، وانا شايفه زيتي والوان تانية تمسك معانا الحرف من هنا. ده كان معانا الثلاث قطع ده 165 جنيه. الشغل ده النهارده ب 165 جنيه. طقم خروج 165. عايز اقول لك النهارده ما علناش على 165 يعني، شتوي 165، صيفي 165، خروج 165، ما عدا بس ايه الحبه اللي فوق دول اللي كانوا 85. كل ده ب 135. لا اما نخلص بس كده، نخلص هنا ووريكم برده العرض ده كله اللي هي السي واي صح كده على 165 جنيه. تمام. تسلم ايدك. ده موديل زي ما انتم شايفين اللي هو ده. تمام. ده حاجه ثانيه، معاه بنطلون برده. ها معاهوش بنطلون، ده دريس. ها تمام. بصوا ده الربيع دريس سي واي، والله معاه بنطلون يا عم. انا شاكه من اول ما شفت البوستر ان فيه بنطلون. بص كده، ده سي واي كده بالبنطلون بتاعه برده على 165. يبان في اللبس لان واخد فتحتين من تحت زي حرف الاكس كده شويه. ده برضو ثلاث قطع، وده برضو الربيع. الربيع انتوا عارفين خاماته حلوه قوي قوي يعني. انا بوريكم بس حاجتين ثلاثه كده، وبقيت الحاجات على التليجرام. صح موجوده على التليجرام ولا لا؟ موجوده. بصوا اللون القمر ده، بصوا الفخامه دي. لا والجاردن بتاعه طويل اللي هو مشبك. بصوا انا بس هسيبها لكم كده. بصوا ثلاث قطع زي ما انتوا شايفين على 165 جنيه، مش ثمن الجاردن في اول الصيف هتجيبوه اصلا. تسلم ايدك. تمام. لان الخامات دي كلها عاليه، في منه زي دريس زي كده برضو، ده فري سايز. بصوا هوريكم برده. بصوا الجمال ده، الخامات السواية عامله زي الكتان. ده مقاسه كبير قوي، ده بيك سايز، ده حلو قوي. ده يلبس 90 حاجه و90. وده برده معانا النهارده على 165. وفي حته تلفيح يعني ملحف شويه كده يتلف الحزام بتاعه، شكله شيك. في حاجات بزراير، في جيمب سوت زي كده برده. السلوبيتا كله على 165 النهارده. بصوا الجيمب سوت دي برده على 165 جنيه، كلها سي واي بس سي واي على اقطان
تحسوها كتان على 165. تسلم ايدك. تمام. بص اللي جاي ده برضو ده سلوبيت برضو صح، بس له قطعه فوق حاجه هاي ويست قصيره كده على مهلك. بصوا كده الجيم بسود نفسه وحماله، ومعاه الشميز قصير كده اوفر سايز قصير بتلبس عليه. امسك معانا كده يا مازن بعد اذنك. لا من الحرف من الكتف يا مازن. بصوا الجمال عشان يبان معانا. بس اهي دي برضو معانا السلوبيتة كامله كده على 165 جنيه. تسلم ايدك. تمام. العرض اللي تحت برضو 165، يعني كل ده 165 زي ما انتم شايفين. الثري سايز. وده ايه دريس ده ولا ايه؟ ده دريس خروج. ده قطعتين برضو. والله انتم مدلعينهم خالص. بصوا كده والخامه نفسها عامله زي القطن، تحفه، حلو قوي، طريه وتبقى حلوه جدا في الصيف. وهي بصوا مشحمه شويه كده. تسلم ايدك. بصوا الجمال اللي جاي ده. ده ديت بيزك بشميز قصير عليها 165 جنيه برضو يا جماعه. تلبس معاكم ايه 75 80 مش اكتر. تسلم ايدك. عايز اقول لكم بس ان في تشكيل كبير جدا من الخروج، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم. في حاجات اللي هي السوت القطعتين اللي هو القصير، يعني احنا شفنا الدرس، شفنا معانا ده السوت برضو التلات قطع زي ما انتم شايفين برضو على 165 جنيه. كملوا الفيديو وبالله عليكم فضلا وليس امرا لايك للفيديو ده. نيجي برضو عندنا صيفي حريمي النهارده هتبيعه لنا بكام؟ 135. اي قطعه؟ اي قطعه. اي قطعه بمية. والله مسهل عليك كله النهارده ب 135 جنيه. اي قطعه من اللي انتم شايفينها دي، وهنفتح لهم كام قطعه برضو نوريهم الماتيريال بتاعها والمقاسات، والموديلات كلها بتبقى على نفس الماتيريال كده. يعني بصوا دي اهي لو نفس الصوره تبقى خرافه. 165. تسلم ايدك. بص كده هوريكم بس ثانيه البنطلون في سكوز، ودي النهارده ب 135. تسلم ايدك. بصوا برضو معانا البقره الجديده دي برضو. وعايز اقول لكم الشغل ترندي مش قديم ان انتوا تاخدوه ب 135. الشغل كله ماتيريال عالي، حاجه محترمه زي كده برضو على 135 جنيه. الخامات رهيبه. انت بتقولي يا مكنتي اللي بتمسكي الخامه، الخامه تحفه، حاجه بكود من تحت كده قمر على 135. تسلم ايدك. تمام. كان ايه معانا تاني؟ بص اه دي حلوه، لو المطرزه من على الصدر تبقى الحلوه، لان في منها طباعه بتبقى خامتها وحشه. اه المطرزه شفتوا حافظها لكم انا، لاني فتحتها مع حد قبل كده الخامه ما كانتش كويسه، وقلت لكم في الفيديو ان هي خامتها خفيفه. دي حاجه محترمه محمله تقيله شعيرات، والشغل اللي هنا ده كله تطريز زي ما انتم شايفين حلو قوي على 135 جنيه. تسلم ايدك. اللي عايز يشحن اشحنه على ضمانتي، الشغل كله لوكسيات يا جماعه. بامبو. نفتح بامبو برده، المصنع ده براند برده. النهارده برده على 105 وكام؟ 130. النهارده وحدت لنا الاسعار، بس عايز اقول لكم الحقيقه احلى من البوستر. احلى من البوستر. خامات اقطان، الناس اللي عايزه حاجه قطن للصيف مريحه، وهي عامله زي السبورت كده، حاجه قمر والله العظيم على 135 جنيه. استحاله تلاقوا الشغل ده بالسعر ده على 135 جنيه. قمر. تسلم ايدك. تمام. لما نفتح لكم عينات يا جماعه في شغل كتير قوي، وشايفه ترنج ده خروج يمشي خروج برده على نفس السعر 135. 135. نص اللي جاي نص كم ماتيريال عالي. بصوا كده انا بس عايزاك التيشيرت قدام بس كده. بصوا قد ايه ده اوفر سايز. بصوا بشداد من هنا، انا بس ايه عايز اوريكم ده بشداد من تحت زي ما انتم شايفين على 135 جنيه. ده فخامه، حلو قوي ده. تسلم ايدك. في شغل كتير موجود على 135. الخروج ده قلت لي ب 135 جنيه، ده برده 135. اي حاجه هنا يا جماعه هتلاقوها برده على 135 زي ما انتم شايفين. بصوا الترنج ده، ده اللي هو ده على 135 جنيه برده زي ما انتم شايفين. كمان طب هاته لنا بقى، ده ما قلت ب 120. هات لنا قطعه كده. بصوا كده معانا 120. البنطلون الكباسيل لوحده بال 120. والله العظيم بجد ده سكوبا خروج. البنطلون سكوبا خروج، وده النهارده معانا على 120 جنيه. يا بلاش يا بلاش النهارده، الحقوا العروض دي تقدري تجيبي عليه تيشيرت وتاخديه خروج اصلا. تسلم ايدك. تمام. عايزين نقول دي بقى كراتين الهدايا. دي اللي بتبقى بره على طول كلها عروض. عروض ده كانت كام النهارده؟ 50 جنيه. ب 50 جنيه. عرض ايه 50؟ ترنج ولا؟ حاجات زي كده. ده بيبيعات. وبرضه مصانع وبراندات، ده خريفي على 50 جنيه. تمام. تسلم ايدك. في ايه تاني 50؟ ده شتوي 50 جنيه. بصوا بيبيهات يا جماعه، بيبيهات شتوي على 50 جنيه، حلو قوي. والاصفر ده معلش ورونا يا مازن، ده ترنج ولا تيشيرت؟ ترنج ولا تيشيرت؟ بس حلو قوي التيشيرت ده برضه النهارده ب 50 جنيه. تسلم ايديك. تبقى مشكله حاجات كده، ده جاكيت. بصوا كده بس دي قطعه صح كده، مش قطع رزق اللي يجي يلحق. بصوا مبطن فرو برده على 50 جنيه. تسلم ايدك. تمام. الترنج ده اللي فيه منه كذا قطعه،
اللي هو البيبيهات ده يا جماعه، ده سويتشيرت بس مسكناه من هنا بس ناخد سكرين كده. بصوا الجمال، لا ومحمل تحفه، ده النهارده ب 50 جنيه ده ببلاش حرفيا. الخامة تحفة، تسلم ايدك على 50 جنيه. اما تيجوا بقى اسألوا على عرض الكرتونة ده يمكن تلاقوا فيها حاجة تعجبكم على 50 جنيه. النهاردة مايوهات ب 20، ده بيبيهات بس مايو بيبيهات. المايو اللي هو زي ده ب 20 جنيه، ده قطعتين. ده مايو قطعتين اهو يا جماعة، ده ب 20 جنيه قطعتين. تسلم ايدك. تمام، في منه كميات المايو ده صح؟ تمام. بصوا معانا برضو ده طقم موجود منه ده، ثلاث قطع، ثلاث قطع 6 8 10 12 مقاساته موجودة. مقاساته موجودة. ده البنطلون بتاعه وده الاندر شيرت زي ما انت شايفين. لا انت هتمسك معانا كده. كم معانا ده؟ 200 جنيه بس. ده النهارده ب 200 جنيه، ثلاث قطع على 200 جنيه بمقاسات. خلي وشه ليه عدل يا مازن. تمام، كل ده النهارده ب 200 جنيه بمقاسات وبالوان. وتسلم ايدك. تمام. معانا برضو عرض رواب حريم يا جماعه. بصوا كده معانا، طلع لنا ودي مصانع برضو. حلو قوي. اللمود ده. بصوا كده. انا عايزه اوريكم بس الروب، ومن ورا فيه تطريزه. وده النهارده قلت لي هيبقى ب 250 ولا ب 200؟ ب 200. والطويل ب 250. تمام، بس الطويل بولر زبده. ده بولر عادي، ده بولر زبده الناعم اللي زي القطيفه. انتوا فاهميني ولا ايه؟ مش عارفه. بصوا في اتنين نوعين بولر يا جماعه، في الناعم اللي بيلمع اللي زي الزبده ده، وفي البولر العادي اللي هو المطفي، المط اللي ما فيهوش لمعه. ده النهارده برده ب 250. تسلم ايدك. تمام، الوانه برده كلها متاحه. تمام، كده خلصت جوله النهارده يا جماعه من مكتب لعب عيال. عنوان بالتفصيل هينزل لكم متصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو، لينك التليجرام في اول تعليق. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. تركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه، المحطه عند الشجره اللي عملت لكم عليها زوم. اول ما تخرجوا هتلاقوا الجراج يمين وسنترال العتبه شمال. احنا هندي ظهرنا للشارع اللي خرجنا منه من قلب مترو العتبه ده، وهنلاقي في وشنا على طول فندق الاندلس زي ما انتم شايفين. هزوم لكم عليه برده، ده فندق الاندلس. وهتلاقوا برده بيت المحجبه، انا بديكم بس اليوفط اللي بتبقى واضحه معانا. ده على الشمال. وعلى اليمين كمان هتلاقوا ايه؟ القصر الذهبي للعطور. دول اللي هتلاقوهم. احنا المفروض هندخل فين؟ من الشارع اللي قدامنا ده لحد ما نوصل عند العمارتين اللي قافلين على بعض اللي انا زومت لكم عليهم ده. انا بس بشرح لكم بالتفصيل عشان لو حد جاي غريب يعرف يوصل من غير ما يسال اي حد خالص. هنعدي الطريق مع بعض كده وندخل من الشارع ده لحد ما نوصل عند العمارتين دول. هنمشي كده. انا حاولت اصور لكم برضو بدري عشان اعرف اوصف لكم كويس، لاني لو اتاخرت شويه في التصوير كان هيبقى الشارع ده زحمه جدا ومش هعرف كمان اديكم علامات مميزه وانا ماشيه. هنكمل الشارع ده للاخر لحد ما نوصل عند العمارتين اللي قافلين على بعض، او عند العربي سليمان يا جماعه هوريه لكم برضو اول ما نوصل. هنفضل مكملين كده وماشيين لحد ما هيقابلنا تقاطع، هنحوت فيه شمال. بصوا في يمين لحد ما نوصل. احنا قربنا خلاص تقريبا نوصل. بصوا كده لحد ما وصلنا عند العربي سليمان اللي انتوا شايفينه ده، ودول العمارتين اللي قافلين على بعض اللي احنا جبناهم في اول الفيديو. تمام، هندخل في الممر اللي جنبه على طول ونفضل مكملين. انا بديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش اي حد خالص. اول ما نخلص الشارع ده هنبقى دخلنا على طول شارع العسيل. يعني اول تقاطع يقابلنا الشارع ده اسمه شارع العسيل يا جماعه. اول ما نخرج فيه هتلاقوا كمان مرسي بتاع البويات، وهتلاقوا على الشمال كمان ده السلام، ده بتاع كاجوال. هنمشي على طول شمال لحد اخر الشارع. انا بديكم علامات مميزه في كل مكان نروحه عشان ما تسالوش اي حد خالص. هنمشي مع بعض كده لحد اخر الشارع. بصوا اليافطه اصلا بتاعت مول عيسى بدات تبان. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده. بصوا العنوان سهل جدا، مش هتسألوا اي حد خالص، وقريب جدا من المترو. كده كنا خلاص وصلنا عند مول عيسى زي ما انتم شايفين. هندخل على طول من باب المول كده يا جماعة. المحل موجود في الدور الارضي، يعني لا نطلع سلالم ولا حاجة. هو تالت محل على ايدنا الشمال على طول زي ما انتم شايفين. ده المحل اللي عملنا منه الجولة النهاردة، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. بس قولوا ان انتوا تابع قناة يوميات مكة. ما تنسوش بقى لايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.